أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما مع الطاقة الإيجابية. لينيرجي بوزيتيف، كما قلنا دائما مع الطاقة الإيجابية. وكاين الإيجابية الصراحة ماشي بالكذوب، طاقة إيجابية ديال بصح، لأن كنشوفوا البلاد غادية وكتصاوب، نجيو نكذبوا على راسنا. كنشوفوا الناس خدامين، ها انت الناس خدامين بالليل، ها انت شتيهم، هما خدامين بالليل، ها شوف، ها انت شو البلاد، شوف لو شونتي مفتوح بالليل، ها لا نوي شتيها، باش انت تجي الصباح تلقى كلشي مصاوب. هادشي ما كانش بكري، هادشي ها انت لي طرافو بالليل شتيهم، هما بلونطاسيون باش يديروا، ها انت باش يديروا ليسباس فير. شوف لا بلونطاسيون، شوف الخدمه اللي غايبه شتيها، شوف شوف الدنيا كي ولات هنا كان الطريق مظلامه وما كان الطريق وحده تدي وتجيب. دابا هاد شوف لي كاميو شتيهم، لا بلونطاسيون بالليل، شوف هاد اللي كيكلاكسونيو، هادو الناس اللي زربانين فرونشمون، صا دايرين 30، ها شتيها 30 في السرعه. اودي سير الناس الطريق فيها دو فوا، عندنا بروبليم. هات شوف لي طرابا، خص غير العقليه تبدل، العقليه لا مونتاليتي اللي خصها تبدل. شوف دو فوا كي ولا شو الطريق كي ولات فواغي، وهذوك الناس اللي كيقول لك اللي كيامنوا باك صاحبي، والله العظيم كيلوحوا عليكم غير السلبيات بالله. والله وعندك في يديك وعندك في رجلك وعندك في دماغك، والله واحد ما يدي لك بلاصتك، ثق بيا، والله غير كيرميو عليكم الفشل بالله. اقراو كل ميار وتشوف الا ما تزديش. هادي باك صاحبي غير باش يبرو الفشل ديالهم، اللي ما قراش مزيان كي ما ينجحش يقول لك غشوني، وكيمشي يدوز كونكور وكاين احسن منه يقول لك باك صاحبي. لي كونكور اون برون لي ميور، ما كاين لا باك صاحبي ولا والو، راه كبرنا في هذا الشيء. الا كان باك صاحبي ما كانش بديك الدرجه اللي غادي يغشوك انت، يدوزوا واحد في الالف ولا في واحد في المية، راه ماشي كلشي باك صاحبي باش غادي يخدموا. البلاد اللي اون بلان ترانسفورماسيون، الا ركبوا لكم هذه الفكره ديال باك صاحبي، راه ما دير والو، ما تنجحش في حياتك كامله كاع. دابا الناس سا سارا كوا دابا هاد لي بروجي كاملين اللي كيداروا، وهاد لو شونجمون راديكال، هاد التغيير الجذري اللي راه كيوقع في الادارات، كلشي كيدار عن بعد. لانفراستركتور روتير غاديه وكتحسن، لانستالاسيون اوسبيتاليير والقطاع الصحي غادي وكيتزادوا في لي كلينيك. خويا بغيتي الصحه فابور، بغيتي فابور، بغيتي كلشي ديرو فابور وما دير لا كو لا والو وتمشي للميير كلينيك، سهله. قرا مزيان غتولي كادر مع الدوله، ولا كادر مع راسك، ولا دير كابيني ديالك، سواء اركيتكتور سواء طب سواء او كذلك دير تجاره، انجح في تجاره، دير حرفه مزيانه، تعلم حرفه مزيانه، كدير لاسيرونس بريفي ديالك وكتولي تعالج في لي ميير كلينيك، وما تعطي تيريال، راك اسيغي. دير بروجي، تحرك، راه ما يمكنش اصاحبي انت ما درتي حتى شي باديره من عندك وتسنى كل شيء بيليك، راه ما كاينه في العالم، ما كايناش في العالم، في لو موند اونتي ما كايناش، لا في الميريكان ولا في اوروبا ولا في استراليا، هاي كذبوا عليك. قرا مزيان اخويا، ولا دير بروجي، غامر، تعلم الحرفه، بدا بوتي اوفغيي، بوتي اوفغيي ولي اونتربرونور، سي كوم سا كون كومونس. راه بنادم راه كيتزاد صغير وعريان، ان بتي بيبي نوريسون، كتبقى ترد عمو وتقادو وتقابلو، اين فوا كيولي يكبر غادي يولي يلبس حوايجاتو، غادي يولي يتعلم يدير كلشي بوحدو، غادي كيترعرع. وانت بغيتي الدولة دير لك بحال البيبي تبقى ترضع فيك؟ انا ما شوف، انا ماشي مع الدولة ولا مع شي حزب ولا مع البرلمان ولا مع، وما عندي حتى واحد في عائلتي لا في برلمان ولا في جامعة لا في والو، ما عندي حتى واحد. انا عندي يعني وليداتي كلهم خدامين بريفي، ما خداميش مع الدولة كاع، حتى واحد فيهم ما عنده بوست مع الدولة، باش نقول زعما نغطيو على الجامعات ولا نغطيو على، كنغطيو حتى على واحد. غير ما هاد الناس اللي كيقول لك باك صاحبي وحقا رئيس البلدية وما كيخدمش، راه كاين بلون داميناجمون، كاين واحد صاحبي شوف بلون داميناجمون كلشي كيكون بروغرامي في الديبار، كيكون بروغرامي في الديبار
اشنو غيكون في هذه البلاصه، شنو يكون في هذه البلاصه، يكون في هذه البلاصه، وكيكون فيه لي ديغي، وقتاش هذا المشروع يدار، وقتاش هذا البروجي يكمل، وقتاش هذا الشيء. راه ما كيتحكم لا رئيس جماعه ولا رئيس والو، كيمشي دائما في اطار البلون سياسه الدوله العامه، البلون داميناجمون دين فيل كيمشيو معاه تو لي زارونديسمون فوازان، كاع المقاطعات اللي يكونوا في ديك المدينه كيمشيو على حساب البلون داميناجمون ديال لا فيل، تو لي بروجي من الفوق. راه ما كاين هذيك الهضره الخاويه، واحد يبغي حنا كنهضروا معقول، حنا ما باغيين نركبوا حتى على شي واحد عنده طوندونس ولا ما عندوش طوندونس ولا، حنا كنركبوا على الواقع، حنا كنهضروا بالحرفه، نو سون بروفيسيونيل، والدومين ديالنا لا جيستيون كومينال، الدومين ديالنا لا جيستيون كومينال، الدومين ديالنا لو كونسلتين، الدومين ديالنا لو كونسلتين، لا فينونسي ولا ادمينستراتيف ولا فونسي ولا ارشيتك، كل شيء. الا جاني واحد مثلا بور كونسلتين ديال مثلا شي حاجه اللي ماشي اختصاص ديالي، كنكونسييه مثلا بغى العقار، بغى البني، بغى اليوربانيزم، كنزيفطو عند ان ارشيتك اللي كنعرفو نقول له ها هو اللي كيتريتي معاك، ماشي نركب على الحرفه ديال الاخر نبقى نعيق عليه ونقول لي علاش؟ ما نركبش على الحرفه، كل واحد اختصاص ديالو، موا جو ريسبكت لي سبيسياليتي. هذه هي العقليه ديالي، باش نقول لك انا نرمي عليك الياس نقول لك لا وراه انت ما وصلتيش بحيث الدوله وحيث ديك الجماعه بحيث ما خدمتش حيث الجماعه، راه رئيس الجماعه بعض المرات هو ما عندوش البوفوار يصاوب شي حاجه في البلديه ديالو، علاش؟ لان داك الشيء ما داخلش دون لو كادر ديبلوم داميناجمون. بنادم بقى يوش عليكم يكذب عليكم ويدوخكم ف ما واش حنا ما بغينا بنادم يبقى ينعس ترونكيل، ما يبقاش يخمم يخاف انا غادي نقرا وما غاديش نوصل، ما تخافش. حنا دابا شنو هو المغزى من هذا الشيء؟ كالي كالي سكون دوا تيغي لا كونكليزيون من هذه الهضره هذه. حنا بغينا غير المواطن المغربي يثق في راسو، صافي غير يثق في راسو ويخدم، يدخل الحرفه ولا يدخل المسار الدراسي ديالو ويثق في راسو. ما داكشي كاع ما نبقى نقول لك انا لا غادي ما كاين والو وغادي تقرا تتعيا، علاش الناس كيهربوا دابا لاوروبا وكيهربوا لكندا والامريكا؟ لان ما لقاوش لو كونسلتين، ما لقاوش لاكومبانيمون، ما لقاوش اللي يوريهم، ما بقاوش يثقوا في البلاد. علاش؟ لان الناس كينظروا تنظير ديال السلبيات، ولا دابا ايتين توندونس كريتيكي البلاد الملايين تدخل عندك كريتيكي، المهم يدخل كريتيك، ما تكريه والو، قبض شي حاجه بدات كريتيكي في شي جماعه ولا في الاداره ولا في شي برلمان ولا شي برلماني ولا شي، وجبد وبقى تهضر غير بالفساد وبكذا، وكل شيء يدخل عندك، لان الناس كتبغي تبرر الفشل ديالها في هذه القضيه هذه. حنا كنديروا هذا الشيء حنا نتمناو ان بزاف يخدموا في هذا الكونسيبت ديال النصائح، نتمناو كانوا عندنا حنا اللي نصحنا، راه حنا ضيعنا شي وقت، اتونسيون حتى حنا راه ضيعنا، مشينا مغرورين حتى حنا واحد الوقت كنا منحرفين، الايديولوجيه ديالنا كانت ما هياش هذيك، التفكير ديالنا ما كانش هو هذاك، حتى وقع لنا دي زاكسيدون دو باركور، وقعوا لنا مشاكل، ولينا كنعرفوا ان داك الشيء مجرد شعارات، الكذوب في الكذوب، والوعود الخاويه والمبادئ الخاويه. شوف الا كنا نهضروا في المعقول، سير دير ان سونداج وشوف الناس اللي واصلين ومنين جايين، اللي جايين من دي كارتي بوفر وراهم شخصيات كبار، من تماك تدي ليكزومبل، تعمرش راسك بداك الشيء الله يرضي عليك. بالنسبه للموضوع الاخر، ديال الدوله ديالنا اللي فاتحه المجال للقراقيرو، اللي كيجيو يسبونا ويعايرونا ويقول لك راه غادي نجيو لبلادكم ونديروا لنا طابي روج، راك سمعتيها دوزتها قبيله، غنجيو لبلادكم ديروا لنا طابي روج، حنا دايرين لكم رون بوان تمشيو عند خوتنا، قال لك خوتنا التوانسه، حنا ماشي خوتهم، كيقول لك خوتنا التوانسه عاد تجيو عندنا، حنا نجيو عندكم ديريكت، الجي كازابلانكا، الجي اكادير، الجي غابا، اوغون كازابلانكا، اوغون اكادير، اونجو مراكش، المهم نجيو عندكم ديريكت بلا رون بوان، وديروا لينا ونجيو للزريبه ديالكم، ما كاش دوله، نجيو للزريبه ديالكم وديروا لنا البيساط الاحمر، ديروا لنا الطابي روج. هنا خاص اللي نفسو حاره في البرلمان في صياغه القوانين يحتج في البرلمان يقول لهم لازم نشرعوا قوانين تحرم وتمنع بيع العقار للجزائريين، هكذا بكل صراحه كما هما،
محرمين على المغربي يشري عقار، يشري سيارة، يشري أي حاجة في الجزائر، محرمين عليه الحرية دياله في الجزائر، المعاملة بالمثل. واللي كيتعامل معنا مزيان وكيخليونا نشريو العقار في بلاده والسكن في بلاده حتى نخليوه. الجزائر منع المغاربة يقتنيوا العقار، وانت كتسمح ليهم هنايا في المغرب يشريوا العقار. هذه مسؤولية ديال الجهاز التشريعي، البرلمان اللي كيمثلنا. ونهضروا الواقع، وانا كيمثل لي، انا كنامر بالديمقراطية. الا ما امنتش بها غيحيد هذاك البرلمان، لا كاع علاش كيبقى كاع سا سيغا كوا ان بارلمون اللي ما كيدخلش في هذا المومون يناقش هذا المشكل العويص، هذا المشكل اللي مهين مهين. هذه اهانه للمغاربه اللي يقول لك غادي نجي وانتم تشوفوا نيفنا عالي الفوق وندخلوا عندكم البلاد وندخلوا ونمشيو ديريكت ونتفرجوا لا كوب دافريك ونديروا اللي عجبنا. يلا فسر لي انت دابا، يقول لك هكذا يبتز فيك علاش؟ لان عارف الدوله ديالك ما غاديش دير الفيزا، وعارف الدوله ما غاديش دير لهم رونبوان، وعارف ان الرونبوان هما ما غاديش يحيدوه، وراهم ما حيدوش الفراقي ديالنا اللي سافروا عندهم، كيمشيو حتى لتونس عادي يمشيو عندهم. ما كاين لا معارضه، ما كاين لا ما كيتناقش هذا الموضوع لا في برلمان ولا حتى في شي بلاصه. وقول لي شنو هو المشكل، انا هو شنو هو المشكل، كالي لو بروبليم او ماروك، كالي لو بروبليم دي ماروك باللي ما كيتناقش هذا الموضوع، هذا الموضوع ما كيتجبدش. كومونس فيتيل كو لي زيكيب ماروكان يديبلاصاو لعندهم اون باسون باغ لا تونيزي، وهما يقدروا يجوا عندك ديريكت سون بروبليم. كومونس فيتيل كو هذا الشيء كامل واقع، والمغرب لا بيرمي دو كريي دي انفستيسمون هنايا، وانت ما عندكش علاقه مزيان، ما تكذبش على راسك، ما تبقاش تكذب على عباد الله تقولوا الجزائر الشقيقه والاخوه. راه ما كاين لا اخوه لا والو، قانونيا دوليا دبلوماسيا ما كاين حتى علاقه مع الجزائر، هناك حرب مع الجزائر، المغرب في حرب مع الجزائر. علاش كتكذبوا على المواطن؟ واش كتبغوا تدوخوا المواطن وكتبينوا الناس اللي كيهضروا المحللين السياسيين ولا الجيوبوليتيسيان ولا كتردوهم بحال كيكذبوا على المغاربه؟ الا راه ما كاين والو، اصحاب التيك توك ها هما ذباب، ولاو برلماني كيقول لك والبرلمانيه كتقول لك، رئيس حزب كتقول لك ذباب صهيوني، واحد مقرع كيقول لك ذباب صهيوني. علاش؟ لان الدوله فتحت المجال. لو كان الدوله خرجت بواحد لاريتي مينيستيريال ولا كيما كان كيما كان واحد كون رحنا نهضروا راسنا عالي، قال الدوله ديسيدات على انه الفيزا وعلى انه ممنوع اقتناء العقار من طرف الجزائريين، لان ليس هناك اتفاق بين الطرفين يسمح للمغاربه يقتنون عقارا في الجزائر، ونحن نرد بالمثل. هذه راه ما فيها لا حرب لا والو، هذه كتصون كرامه المغربي، لا فيغتي دي ماروكان. الا ما كنتيش تصون لا فيغتي دي ماروكان حتى انا ما نصونها لكش، انا غادي نولي معارض ديالك وغادي ندخل معاك شي امورات اللي هي ماشي بيان سور بيان سور، لان انا ما يعجبنيش الحال. انا ما كنطلب والو، ما طلبنا خدمه، ما طلبنا سكنه، ما طلبنا، طلبنا الكرامه ديال المواطن. لا فيغتي دي ماروكان، هو يهضر عليك فيغتي يقول لك ندخل عندك سون فيزا ونجي ديريكتومون عندك بلا ما ندير رونبوان، ونقدر نشري عقار ونقدر نشري تجاره ونديرها، وانت ما تقدر دير والو عندي. علاش؟ لان احنا قويين ونحكموا فيكم، حنا شواكره. وانا بالنسبه لي راه كيقول الحقيقه، راه كيقول الحقيقه، سي لا فيغيتي. مادام ان ما كانش رد فعل لا من البرلمان ولا من الحكومه على هذه الاستفزازات واللي هي واقعيه في ارض الواقع، المغربي ممنوع عليه يقتني عقارا في الجزائر او تجاره في الجزائر، بينما الجزائري يتصرف حرا احسن اكثر حريه من المغربي في المغرب. وهاد شنو هاد البليه هادي اللي مسلطه علينا؟ وشكون هو اللي مقرر هاد الشيء؟ وما هي القرارات؟ وشكون هو اللي داير هاد الشيء هذا؟ اعطوني المبرر ديال هاد الشيء، شنو غادي نستفادوا من الجزائريين؟ كون كان هناك مبادلات وكانت هي التجاره والطريقه، ما جبدوا لك دابا، جبدوا لك القضيه ديال لومباساد، قال لك ما نعطيو لك لومباساد، انت عطيتيها فابور. المغاربه لم يكونوا يعلمون على ان المغرب سلم السفاره الى الجزائر بدون مقابل، كانت هيبه، واليوم كيطلبوا لك الفلوس. علاش ما كانت تكونش ايضاحات، ما تكون الصراحه ما بين الحكومه، بين الدوله والصحافه ديالها والاعلام، والمواطن يكون على علم، ماشي حتى يتصدم. هذه الصدمه هذه راه صدمه بالنسبه للمواطن، راه صدمه.
ومن بعد يتبين على ان هما طلبوا من المغاربه والسفاره المغربيه انهم يعطيو منزل شقه او السكن ديال السفير المغربي في الجزائر الى الجزائر لتوسيع الانجاز ياسر توسيع مجلس الشعب لاسومبلي بوبيلار اللي عندهم البرلمان ديالهم ما قرر البرلمان يلاه قالها لنا شي واحد حتى خرجت ان الاعلام ما خدمش معنا والبرلمانيين في هذه القضيه ما عرفتوش ما عندهمش بوفوار وزير الخارجيه ما جبدناش هذا الشيء وحنا حارقين راسنا وهما دايرين لنا جوج جمهوريات وانا الصراحه راه مخي طبخ صراحه ما بقاش عندي كيفاش نفكر واش ما تجيكمش بيزار واحد وجهه مصدي ما مقاد لا في لبسو ولا في وجهه ولا في والو شبعان طوابير شبعان حقره شبعان بروتكانات ويهضر مع مغربي بهذه الطريقه يقول لي نجي للزريبه ديالكم ونيفنا الفوق وديروا لنا الطابي غوج وندخلوا سون فيزا سون غيان ديتون عندكم وبلا ما نديروا رونبون ونجيو عندكم كيفاش جات؟ فينا هو حنا اللي هزلنا الكرامه ديالنا؟ فينا هما الناس اللي ريسبونسابل كي جير سو بيي فينا هو ماشي من واحد هاد الناس هادو كيهضروا عندهم عندهم كلام منظم عندهم بيان فيزي بيان فيزي ما كيهضروش دون لو فيد ما كيهضروش دون لو فيد اتونسيون يسون بيان ستركتوري مقادين مزيان داكشي كما ينبغي وحنا لا ما تقولش هادشي ما قالش هما يسون بيان ستركتوري ويجي حداك ما يسواش حتى 4 دريال ما كيسواهاش اي سو بيرمي لو لوكس يعير لك بلادك اللي عندها 13 قرن وتي لو بيرمي تقول ليه يجي يقول لك سو بيرمي يقول لك ندخل الزريبه تاعكم ويقول لك يا ما عرفت كيفاش كيسميكم المساكن بحال لا واللي محقور راه هما اللي محقورين ماشي مغاربه ولكن الدوله عطيتهم عطيتهم فالور مغربي ما يشريش في الجزائر المغربي ما يمتلكش العقار في الجزائر راه معروفه المغربي ما يمتلك لا عقار ولا طوموبيل ولا والو ما عندوش الحق الا بغى يمتلك تكون جزائرية يكتب لها في سميتها ولا في نسيبه ولا شي حاجه المغربي ما عندوش الحق يدخل معاه الفلوس من المغرب من الجزائر للمغرب والله لا جاب معاه ريال داكور ما عندوش الحق وحتى الجزائري ما يخليوهش يجيب الفلوس للمغرب ايوا فينا هما هاد الناس اللي كيمثلونا فينا هو انا دابا تي بونس ان جور يقول لك فوالا سي ترونكيل فولا لي بروندر لو سار هما كيسلحوا البوليزاريو هما كيعطيوهم صواريخ ارض جو دو هوت كاليتي باش يضربوا الدرونات ويضربوا الطائرات يضربوا كرواي كي فون ساغيتي هاد المعامله ديالك اللي كيتعامل معاهم البوليس بالظرافات والمواطنين يتعاملوا معاهم بالظرافات والديوان يتعاملوا معاهم بالظرافات ولابوف تاع انا السيد يعاود لك بين دوزكم الاوديو راه شدوه راه شد دار انفراكسيون دار اكسيد فيتاس ماشي مشكل قال لهم نخلص خذوا ليه البيرمي وبقاو كيستفزوا فيه وبقاو شادينو ان دومي جورني وما شادينو علاش لقاوه مغربي بقاو عليه انتوما باني صهيون وبعدا بوليسي باني صهيون وباني هذا حنا عندنا بوليسي يشد جزائري يقول لي انتوما داعمتوا الصحراء وبوليزاريو حنا بوليسي ديالنا يشد جزائري يقول لي داعمتوا الريف ودرتوا ما درتوا ما تلقاهاش ما تلقاش مغربي يهضر مع لا مواطن ولا بوليسي ولا اداره ولا فلاباف هما فلاباف يشدك انت مغربي يدوز عليك الصراط المستقيم شنو كيهضرنا كيهضرنا حنا كيهضرنا شنو حنا انترفيون دون كندخلوا في كل شيء نهضروا في كل شيء نهضروا في كل شيء حنا التعبئه نو فونون لا موبيليزاسيون دو تو لي ماروكان اي لا سونسيبيليزاسيون دو تو لي ماروكان لا يعقل اننا ما نتعاملوش معاهم بالمثل لا يعقل الشر بالشر والبادي اظلم والخير بالخير والبادي اكرم سي با لا بين قول لي انايا طبق عليهم ومن لم يظلم الناس يظلمي ومن لم ومن لم يدود على عن حوضه بسلاحه يهدمي واش انا مخلينهم يقولوا اللي بغاو يديروا اللي بغاو دايرين اللي بغاو وانت يا ما والو انت يا المغاربه كتروج الاعلام كيروج الاخوه ويروج كذا وهي راه عدوانيه كبيره وحرب كبيره من الستينات وطاردين المغاربه وقاتلين المغاربه ها اقليم ازيك ها اطلس اسني ها 75 ها يلا يلا فسرها ليا ها اقليم ازيك عطا الله ما طالبين والو ما طالبين حتى شي حاجه ما طالبين غير صيانه العز والكرامه يقول لك لا راه حنا
tous les problèmes, la peste vient de l'Est, tous les problèmes viennent de l'Algérie. Tous les problèmes de l'Algérie, c'est les Algériens. Les Algériens, c'est l'Algérie. باغي تفسر لي شي حاجه اخرى، شكون هي الجيري؟ الجيري هي الجزائريين، الجزائر هي الجزائريين، والجزائريين هي الجزائر، هما راه كيقولوها لك. والدوله كتمشي بالاراده ديالهم، بالطلب ديالهم، وبالميول ديالهم. وحنايا ما كانش، حنايا ما حنا كندويو كندويو كنقولوا فوالا، راه ما كاين، راه ما كيردوش، اي سون انغرا نكاري الجميل دوبوي دي زاني، ومازال بنادم باقي زايد فيه. ما كان لا تعبئه لا اعلام عباء ولا ولا ما كانش، ما كان حتى شي بتي بروجي زعما اون ليور على انهم غادي يقادوا الامور اللي تعامل معنا مزيان. تولوا يعيرونا بني صهيون، ها هما كيبيعوا يشريوا مع اسرائيل، ها الاعلام ديالنا يقلب حتى هو ويهضر عليهم ليل ونهار، ها داروا داروا داروا، ويهضر عند الانجازات ديال المغرب يوميا. هما كون داروا انجاز ديال المغرب، ديال المغرب، هذا الشيء اللي كيديروا المغرب، ديال لا جونكسيون ديال البراجات واد سبو مع بورغراك، ها الباراج دو لو اكرم، يهضروا به يوميا. لو كان دايرين مارينا دو سالي ولا تور محمد سيس، انا باغي خير بلادنا وباغي العز. ودابا لا كون كنتو تقري وليداتنا التاريخ، تقول لهم شكون اللي قتل فلان وفلان وفلان، وشكون اللي دار في اكليم ازيك وامكالا ان ومكالا دو تروا كات سانك سيس، بيران زاران تيفاريتي، ونردوا الاعتبار الناس اللي ماتوا، والاراميل والايتام، ولاد ضحايا ولاد الشهداء ديال الصحراء المغربيه الغربيه. وكان المواطن راه معباء اليوم، وما تقاس صعوبه باش توصل ليه تبلغ ليه اشنو كاين. تولي يقول لك حنا يلاه فقنا، وما راه بداو 60 عام هذه، والمغاربه يلاه فاقوا. علاش؟ الاعلام، الاعلام والمسؤولين والناس اللي مسيرين البلاد مخترقين، ومخترقين. الجنسيه كتسر هاك جنسيه، هاك جنسيه كتفرق بحال البتيبا، ولهيه هما مزيرين مره مره يدربوا لك شي دعايه ضد المغرب، وانت كروازي لي برا وخليهم هنا يهجموا عليك، وصافي اللوبيين ديالهم يولي هنا في المغرب، وسير نتايا مخدمين ضدك مغاربه ولاد بلادك يحاربوك. حنا شكون كيسينيالينا؟ كيسينيالي الدكاتره، وسينيالي كاع لينا، راه مغاربه من عندنا، من عندنا.